طبعا الفواكه المجففه من حصص الفواكه المفيده جدا، بس احنا دائما بناكل بالنهار من حصتين لثلاثه فواكه، مش لازم كلهم يكونوا فواكه مجففه. يعني في ناس بيحبوا التمر فبياخذوه تسلاي فهو مفيد جدا، ولكن ما نعرف مش المجفف او المكسرات الصحيه. في ناس مثلا بيشتروا المكسرات الصحيه وبحطوا صحن، بضل يدرم تا يقول بكره العيد، ضلهم يحكوا مكسرات صحيه لانها صحيه. مش كل شيء صحي يعني بقدر اخذه بكميات كثير كبيره. هلا خلينا نحكي بالفوائد. الفواكه المجففه غنيه جدا، اول شيء مصدر للطاقه، فالرياضيين، في كثير من الرياضيين اللي بيركضوا مسافات طويله وبالجيم ومرات بيستغلوا، بكون غالي الالواح الطاقه وهدول، ما فيش داعي نشتري منهم اذا في عندنا مصدر بالبيت. صحيح. رخيص جدا، يعني مش شرط واحد كل واحد رياضي يضل يشتري الواح الطاقه عشان تعطيه طاقه خلال فتره التمرين. تمام. فاذا اخذ معه تبروير او كيس صغير مش مجفف، شويه تمر، شويه زبيب، مصدر مقبول ومتوفر دائما. تمام. بيعطيه مصدر للطاقه، بيعطيه طاقه كثير منيحه. للاطفال طبعا مش كل الاطفال بيحبوا الفواكه المجففه، بس في اولاد بيحبوا، فاذا بيحبوه هاي فرصه للام بدل الكاندي. يعني تعرف الطفل عليه من عمر كتير صغير. حتى الأطفال اللي عندهم إمساك بعمر السنة بيبدوا لأنه بينتقلوا من مرحلة الحليب والأكل المهروس، ومرات كتير ولد بتعلق بالحليب بصيره عنده حالات إمساك. فدائما منشجع الأم إنه إذا عملت له حلو أو إشي يكون فيه أراسيا، لأنه أراسيا فيها سكر السوربيتول وهو بيساعد على التخلص من الإمساك للكبار وللصغار. فدائما بنحكي للناس اللي عندهم إمساك شديد، 3 حبات أراسيا في اليوم، كاستين مي، برضه بتساعد إنه تخفف في كتير من مشاكل الإمساك. غني جدا بالبوتاسيوم، مفيد جدا لأمراض القلب والأشخاص اللي عندهم الأراسيا فيها بوتاسيوم، وأغلب الفواكه المجففة زي التمر. التمر كمان فيه نسبة من المعادن، فيه نسبة من الحديد، المشمش فيه البيتا كاروتين، فيتامين A مهم جدا للمناعة، خاصة لما ننتقل إحنا من الصيف للشتاء وتخف كمية الفواكه اللي بنحبها. تخف بالشتاء في شيء غير برتقال، موز، تفاح. فمرات جوافة كمان طيبة جدا. جوافة. شدي حيلك شوي لح قربي، يعني بنزل اللوز والكرز. اها اللوز والكرز. هذول بنشرن الشراء، هذول بنسرقن عن أي شجرة. حلاوتهم بسرقتهم من أي شجرة. بس بالشتاء ما فيش فواكه كثير، فبنلجأ للفواكه المجففة. بس بدنا ننتبه للكميات، الفواكه المجففة احنا لما ناكل صحن زبيب، يعني تخيلي انت عم تاخذي قطفين عنب كبار. فاحنا عم ناخذ سكر، ولكن سكر مضاعف، كميه مضاعفه، لانه منشلنا المي صار كميه كثير كبيره. فلما نحكي احنا هي صحن المكسرات الصحيه، كلمه صحيه تغنينا عن السعرات، مش كل شيء صحي يعني بقدر اكله بكميات كثير كبيره. فهي بدنا ننتبه للكميه اللي احنا بنستخدمها من الفواكه المجففه، بس هي مصدر مهم للالياف، للفيتامينز زي بوتاسيوم، نسبه من الحديد، نسبه من الكالسيوم، هذه كثير مهمه. الزبيب كمان مصدر بالنسبه للحديد. احنا اليوم كمان حاطين مدخلين بالسموذي الفواكه المشمش المجفف. مشمش المجفف مشمش المجفف زي ما حكيت مفيد جدا للمناعه، مفيد جدا للبشره، مفيد جدا للنمو للاطفال. حتى في كثير حلو نقدر نعمله من الفواكه المجففه، تستغني عن السكر. مهلبيه عملناه برمضان قبل كم سنه، المشمش المجفف بالمحشي بالقشطه. برضه بنرجع للقشطه. برضه للقشطه. بتعرفي روان اي طالبه؟ بتعرفي هاي يوم الخميس وانت بالمدرسه خلص مش مصدق وهو رن الجرس لانه في جمعه وسبت، والاستاذه هاي اشرس، او الاستاذ اشرس حدا بالمدرسه، ناس يعطي الواجب، استاذ نسيت تعطينا الواجب. لا سوري، لا ابدا مش هيك، لا والله لا. لسه انا بدي اقول لك المهلبيه بالمشمش، انت بتقولي لي قشطه، اوكي. طيب صح ثاني، بس تكمل القشطه اللي عندها. انا احزر ايش تعشيت امبارح؟ ايش؟ قشطه بالعسل. انا تعشيت امبارح بعد ما لعبنا كره قدم، قصدي حبتين تمر محشيات مكسرات. مفيده جدا طبعا. لازم نحكي على الحصص قد ايه من كل نوع. هلا بس والله صدقا يعني وانا ملاحظ الحمد لله انه جسمك هو اخف، اريح يعني. اريح طبعا، لا تحرك، لا كثير، بيعطيك طاقه طبعا. هلا عاده الحصه الواحده من النشوي، من الفواكه المجففه، بديل حصه فواكه المشمش المجفف 4 حبات، يعني تقريبا 60 ل 80 سعره حراريه. الزبيب معلقتين، للي بده يعرف قد ايه بده ياكل يعني من الفواكه المجففه. التين المجفف بيطلعوا تقريبا حبتين. التمر حسب الحجم، يعني اذا مجهول وسط حبتين، اذا الصغير كثير 3 حبات. حبتها كبيره نوعا ما. هي الحصه 30 جرام اللي هي بتعادل تقريبا 80 ل 90 سعره حراريه. فاذا بتاكل من المجهول الكبير
بدك تنتبه انه ثلاث حبات كبار شوي ممكن يعني والله بس مثلا للناس اللي بده يزيدوا وزن كثير بنحاول نروح للفواكه المجففه لانه سناك يعني هذا صحن المكسرات الصحيه بنروحه للناس اللي عندهم نحافه شديده وعم بيحاولوا يزيدوا وزنهم انه كل لانه بياكل بس اذا حدا عم بيعمل حميه بده ينتبه للكميه او الحدا اللي عادي عنده البوتاسيوم مثلا او بده ينتبه للسكر لمريض السكري احنا دائما بنحكي الفواكه المجففه مش انه ما بيقدر مريض السكري ياكلها بده ياكلها بكميه عشان ما ترفع له السكر كميات كبيره نفس الكميه اللي مش مريض السكري بياخذها ولا مريض السكري اقل بياخذ شوي لا المريض بده ينتبه وين بيدخل السكر يعني ما بزبط مريض السكري الصبح شاي مع سكر ويرجع فواكه مجففه بعدين ثلاث اربع حبات فواكه لا بس بدي نعمل له شويه تنظيم للكميات والنوعيه والسكر بتحسيه صديق بس بدك تدير بالك عليه شوي يعني تعرف تقاطفه صح يعني طبعا بزعل بسرعه لانه مش توقيفه تماما لا 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 بيقدر ياكل وبده يراقب مريض السكري كيف بيطول عسل صح بده يراقب كميات طيب دكتوره يعطيك اهلا العافية. اهلا سمير وشكرا جزيلا لك صباح الخير والله هاي خلص بكره بنصبح على المشاهدين صباح الخير يا ساده وشرفتينا طبعا